كتسمعونا 24 اللي كتابعونا داخل وخارج أرض الوطن. يحضر معنا في هذا اللقاء الحواري الكاتب العام للتنسيقية الإعلامية الموحدة لهيئة التدريس وأطور الدعم بالمغرب. مرحبا بك سي عبد الهادي. فيما يتعلق بالاحتجاجات والإضرابات التي قام بها رجال ونساء التعليم في نظرك، أم ما يقارب 8 ملايين تلميذ مغربي مقبل على سنة بيضاء، هل هناك فراش قريب وتنتهي هذه الإضرابات ويلتحق الجميع إلى المدارس وتبدأ الدراسة من جديد؟ السلام عليكم جميعا. أولا أشكر هنا 24 على هذه الاستضافة على هذا الحوار، كونها أقلام إعلامية حرة وشعبية. بخصوص السؤال المتعلق آفاق السنة البيضاء وإمكانية الانفراج التي يتخوف منها ما يقارب 8 مليون تلميذ مغربي بأوليائهم وآبائهم وأمهاتهم، للأسف حقيقة هذه مسألة واقعية يجب تقبلها، أن يوجد احتمال سنة بيضاء، ولكن بقدر ما هناك احتمال سنة بيضاء هناك إمكانية لاستدراك السنة واستدراك تعلمات التلاميذ. هذه الإمكانية كمثال بسيط نوضحوا هذا الموضوع، هذا ياما مجتمعات ودول وحتى تاريخ المغرب كيجيو أزمات كتوقف الدراسة، كيوقعوا ظواهر طبيعية إلى آخره اللي كتوقف المسار الدراسي، ولكن كيستأنفوها التلاميذ عن طريق برنامج تكويني تعلمي مهندسي البيداغوجيات والتكوينات، كيصنعوا واحد برنامج دراسي ثانوي للاستئناف والاستدراك. طبعا استئناف الدراسة مرتبط بشكل كبير بتحقيق المطالب ديال الشغيله، لان يعني في نهايه المطاف واحد الاستاذ اللي هو مظلوم مقهور لسنوات هذه الوظيفه هذه بحيث يعتبر سجينا لدى القطاع وليس موظفا لدى القطاع، لا اظن ان ولا يظن اي شخص انه سيعطي ثماره، سيقدم افضل ما لديه بخصوص تعليم هذه التلاميذ. لذلك على الحكومه او على الجهه المعنيه ان تستدرك الامور بمبادرات، حلول، بحوارات، بخطابات اللي تطمئن قلوب الشغيلة. للأسف الحوارات المنصرمة التي قامت بها الحكومة والوزارة تدل على التعنت، تدل على اللامبالاة، بل أكثر من ذلك برنامج الدعم التي قامت به الوزارة خلال هذه العطلة هذه الذي لا يتجاوز حتى 10% من المؤسسات التعليمية بربع المملكة والذي لا يشمل بتاتا المجال القروي، دليل على تعنت الوزارة وعدم إبداء حسن النية التي تدعيها للشغيلة. لذلك فاحتمالية السنة البيضاء لا زالت في تزايد، وهذا الأمر محرج. نتمنى من المسؤولين أنهم يستجبوا مطالب الشغيلة في أقرب وقت، والمتمثلة في ثلاث عناصر رئيسية حسب نظري. أولا التراجع عن النظام الأساسي عبر سحبه، لأن لا يوجد شيء في القانون يدعى تجميد نظام أساسي، إما التعديل، إما الإقرار بمرسوم، أو إما سحبه واستبداله بنظام أساسي عادل ومشروع، وهذا ما ترغبه الشغيلة، سحب النظام الأساسي. ثانيا إعادة التعليم إلى الوظيفة العمومية وتحقيق الإدماج بكافة الشغيلة المظلومة. ثالثا استجابة المطالب الفئوية التي منذ سنة 1985 ولا زالت عالقة وموجودة في طاولة الملفات لدى الوزارة والحكومة. بتحقيق هذه الشروط الثلاث أنا ذاك الشغيلة التعليمية مستعدة لإبداء حسن النية والعودة للأقسام في إطار إعداد نظام أساسي عادل يستجيب لمطالب الشغيلة، في إطار حفظ الوظيفة العمومية والإدماج، وفي إطار إنصاف ضحايا لهذا القطاع والاعتذار لهم.
لذلك أود أن أقدم رسالة لكافة المتعلمين والمتعلمات بالمغرب ألا يخافوا ولا يحزنوا. أستاذ والأستاذة لن يضحوا بتلاميذهم وسيبذلوا كل ما في وسعهم لتعويضهم ولتفعيل مكتسبات التعليمية التعلمية الحقة، ولكن بقليل من الصبر وقليل من التضامن حتى تحقيق المطالب. شكرا. سمعت أنك جيتي من مدينة طنجة لحضور لقاء تنسيع ميداني مع FNE وتنسيع الثانوي التأهيلي وتنسيع الموحدة التي تمثلها، ما هي المخرجات هذا اللقاء؟ مجددا طبعا أولا يجب الإشارة إلى أن مبادرة هذا اللقاء كانت من أعضاء التنسيق الوطني، وأشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرة وعلى هذه حسن النية التي ما أحوجنا إليها في هذه الظروف، خاصة بعد قيام بعض الأقلام الإعلامية الصحفية وبعض الجرائد بنشر مغالطات حول سوء التنسيق الميداني، حول انشقاقات سواء داخل التنسيق الوطني أو داخل التنسيقية الموحدة أو الثانوي التأهيلي أو أي إطار مناضل. أيضا إلى أن المرحلة الحالية بيّنت نوايا الإطارات المناضلة، وأننا حاليا في مركب واحد وجميع المطالب موحدة هي نفسها، ونناضل فقط من خلف لافتات مختلفة وشعارات مختلفة وأيقونات مختلفة، ولكن وعي الشغيلة بوحدة المطالب وتوحيد الصفوف والتضامن إلى آخر رمق كان أولى من أي أمر آخر. لذلك كممثل السلك الإعدادي وكعضو بالمكتب الإقليمي للتنسيقية الموحدة إقليم عرائش بادرت لحضور هذا اللقاء وقبلت دعوة التنسيق الوطني، وأشكرهم مجددا على هذه الدعوة. طبعا هذا اللقاء كان أوليا بخصوص إمكانيات وآفاق توحيد النضال. لحسن الحظ جميع الآراء كانت منصبة حول إعداد قناة تواصلية مشتركة ما بين هذه الإطارات المنضلة، تجاوز الفئوية والأمور الهامشية والخلافات التي لا تجدي نفعا ولا تعطي ثمارا، أيضا إلى اعتماد صيغة موحدة أو وحدوية بالأحرى في الإعلانات وفي البيانات وحتى في الأشكال الاحتجاجية، وهذا ما أود استغلاله والإشارة إليه عبر هذه المنصة الإعلامية. أود أن أخبر جميع المناضلين والمناضلات في إقليم العرائش أن لا يهم من أي إطار تناضل، طالما نناضل من أجل إسقاط النظام الأساسي المجحف، طالما نناضل من أجل إدماج الشغيلة وحفظ الوظيفة العمومية، طالما نناضل من أجل حقوق الشغيلة المهضومة منذ سنة 1985 مرورا ب 2003 وأيضا 2011 واتفاقات المنصرمة من بعدها في 2022 وفي 2023، فإننا كتنسيقية موحدة مستعدون وشوقون إلى توحيد النضالات واعتماد هذه الصيغة التي بادرت إليها إطارات التنسيق الوطني. طبعا لازال هناك عدة أمور ونقاط للشغل فيها، لذلك سنقيم لقاء تواصليا عن بعد من أجل التحقيق والتدقيق في مختلف النقاط التي أشرنا إليها في هذا اللقاء الأولي والتأكيد عليها. وحبذا لو أنه، وهذه من بين المقترحات، اعتماد ميثاق شرف ما بين هذه الإطارات المناضلة الشريفة من أجل الالتزام ومن أجل إبداء حسن النية، وكذلك سيكون إن شاء الله في القريب العاجل لقاء صحفي من أجل استيضاح الأمور والتدقيق في جميع النقاط. أود الإشارة ختاما إلى مسألة مهمة، هي أن جميع الإطارات لا يشغلها الانتماءات والتوجهات والعلاقات الأسرية للمهنية ولا كذا، الشغيلة تناضل من أجل مطالبها، من أجل مدرسة عمومية ومن أجل وظيفة عمومية، ليها حق
نحن في دولة اجتماعية، دولة مؤسسات تحفظ هذه الحقوق. إن تم هضمها فسيتم تقديم أو رمي الشعب المغربي بفئاته وموظفيه للهلاك. لذلك نحن ندعو، أنا أدعو شخصيا وكتنسيقية موحدة بإقليم على إيش، ندعو الجميع وجميع الهيئات وجميع الأفراد المجتمع المغربي إلى النضال ودعم قضية الأستاذ والأستاذة المغربية وتحقيق المطالب المشروعة. شكرا. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.